بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات الأفاضل المنتسبين لقناتي كل جديد حول العالم، أو الأشخاص اللي بيفكروا ينتسبوا للقناة واللي إن شاء الله يشرفونا دايما بوجودهم في قناتي المتواضعة كل جديد حول العالم، أهلا وسهلا دايما بحضراتكم. بقول لحضراتكم يعني كلمتين صغيرين لكل شخص بيفكر ينتسب للقناة أو هيشرفنا بالانتساب للقناة. مفيش مشروع على وجه الأرض بينجح إلا بالتعاون، وكل نجاح بيكون فيه تعاون وتفاعل مشترك بيكون ناجح بكل تأكيد. بتمنى إن الأشخاص المنتسبين للقناة إن شاء الله يلاقوا في قناتي كل ما يبحثون عنه، يعني أو أي حاجة بيفكروا فيها. ببساطة أنا قناتي متنوعة، فيها كل ما يخطر على البال من موضوعات، من معلومات، من أفكار، من حاجات جديدة موجودة. بتمنى أن كل الفيديوهات وكل محتوى القناة يكون مناسب لكل الأشخاص، مناسب لكل المستويات وكل الأعمار. بتمنى ان كل شخص ينتسب للقناة يلاقي فيها كل ما هو بيبحث عنه، وان شاء الله يكون في تفاعل مشترك ويكون في دايما تواصل بيني وبين حضراتكم طول الوقت ان شاء الله. بتمنى ان الجميع يكون في توافق بيننا وبين بعضنا، يكون في اتحاد بيننا وبين بعضنا، مفيش ايد بتسقف لوحدها، كل واحد فينا بيحتاج التاني. أكيد المصلحة إن شاء الله تكون مشتركة. أنا على أتم الاستعداد إن أنا أقول تجاربي وتجربتي حتى في الحياة نفسها مع تجربتي في القناة، ويعني موضوعات القناة وكل حاجة ممكن بمنتهى البساطة نتواصل مع بعض بيها. يعني أتمنى إن المنتسبين للقناة يكون القناة هتضيف لهم شيء جديد، وإن شاء الله يكون لينا تواصل دائما مع بعض بإذن الله. أتمنى للجميع يا رب السعادة والتوفيق، وإن شاء الله دائما نلتقي على كل خير. أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.